من سنين. مساء الخير، اهلا بيكم في مركز الجزويت الثقافي. النهارده مش مجرد حفله عاديه، حفله النهارده هي تحضير كامل من المتطوعين شغالين عليها بقالنا اكتر من شهر. Bonsoir tout le monde. Vous êtes les bienvenus dans notre centre culturel des Jésuites. Aujourd'hui, ce n'est pas une fête normale. En fait, c'est un événement concernant tous les bénévoles. On a travaillé sur cet événement il y a plusieurs mois. الحاجات اللي اتعلمتها في المكان ده الصوت والإدارة والإضاءة، حاجات كتير جدا يعني غير المجالات في الشغل. انت ازاي تتعامل مع الناس اصلا؟ احنا عندنا مشكلة في مصر في ده، ندخل في اللي ملناش فيه، دي أول حاجة. بالظبط كده. تاني حاجة مفيش تنسيق خالص، ما بنعرفش ننسق كل حاجة ورا بعضها. الجزويت والمتطوعين هم عبارة عن فعلا بيت لكل الناس، هو بيتي قبل ما يكون بيت الأساسي. مساء الخير، أنا كمان متطوعة هنا في جزويت، تحديدا في مجال التنظيم. أنا دلوقتي محتارة أتكلم في إيه، جوايا مشاعر كتير جدا عايزة أتعبر عنها. هبتدي بنفسي، إزاي هاجر اتغيرت خلال سنة من التطوع. اللي كان يعرفني في بداية التطوع كان دايما رأيه عني إن أنا خجولة ومش بعرف أتعامل مع الناس غير اللي اتعودت إن أبقى موجودة وسطهم لفترات طويلة جدا، يعني أهلي وصحابي والناس اللي معايا في الكلية. باستثناء كده كان دايما الانطباع ان انا خجوله. بعد سنه من التطوع وبفضل التطوع وبفضل الشغل كمان في الحقيقه وبفضل حاجات كتير اتعلمتها في ورشه القياده، بقيت قادره اكتر ان انا اتعامل مع ناس مختلفه، بقيت قادره اكتر اتخلى عن جزء من الخجل اللي كان بيعطلني عن كتير من الحاجات في حياتي. اتعلمت ايه كمان؟ الجزويت، لاني كنت بحضر حفلات كتير خلاني اتعرف على انواع من الفنون والموسيقى يمكن عمري ما كنت اعرف عنها كتير قبل كده. انا شخص تقليدي جدا، اللي هو بيقعد كده يتفرج على فيلم ابيض واسود ويسمع ست ام كلثوم وخلص اليوم على كده. فكره ان انا اسمع انواع من الفنون من ثقافات مختلفه ده كان بعيد تماما عني. كسبت ده جدا من الجزويت، فكره ان ابقى اكثر انفتاحا على العالم اتعلمتها هنا. هبتدي بقى اتكلم عن المكان اللي قررت اسمه كتير جدا دلوقتي، الجزويت. لو قلت جزويت اكتر مكان انا بحبه في الدنيا انا اكيد مش هكون ببالغ، لان هي دي فعلا الحقيقه. دايما بحب اوصفه بانه بالنسبه لي الواحه في وسط عالم مليان نزاع وغضب وصراع، في مكان كده تحس انه جزء من العالم وفي نفس الوقت مش جزء من العالم، كله حب وسلام ومشاعر ايجابيه. الناس لما بيسمعوني بتكلم كده كتير على جزويت بيفتكروا ان انا بأفور، بس بجد لما بييجوا ويعرفوا المكان اكتر بيعرفوا قد ايه انا ممكن يكون عندي حق. المكان ده لو كان جميل ومتسامح فهو كده، لان الاشخاص اللي جواه كمان جمال جدا ومتسامحين جدا. اهلا وسهلا بيكم، دي حاجه مش اعتياديه، عاده عندنا عارفين يعني حفلات بتبدا على طول. اولا عايز اشكر فريق استبينا اللي كمان قاعد معانا بيحضر، ممكن نحييهم تحيه كبيره. واللي هم يا حرام يعني مضطرين يحضروا معانا ده، بس ده شرف لينا، وهم قبلوا يعني بكل كرم انه يشاركوا معانا في حفل تخرج المتطوعين. شكرا جزيلا، شكرا، وشكرا ليكم انتوا كل الحضور. هقول كلمه سريعه خالص وأفكر نفسي وأفكر الناس اللي بنشتغل هنا وإنتوا كمان بواحد من أهم أهداف مركز الجزويت. عندنا مجموعة أهداف كتيرة ممكن تشوفوا شوية الويب سايت، بس واحد من أهم الأهداف دي هي أن احنا ندعم حياة ليها معنى، خاصة بين جيل الشابات والشباب وكل الناس. حياة ليها معنى يعني عكس بالضبط الحياة اللي ما فيهاش، اللي فيها لا مبالاة، اللي فيها استهلاك أكتر، اللي ما فيهاش أي معنى. والحقيقة عالمنا فيه كتير من ده، عالمنا فيه كتير من فقدان المعنى واليأس والإحباط. وفي الجزويت بنحاول من خلال الفن والثقافة والبرامج التكوينية والعلاقات الإنسانية وإنه نقعد مع بعض في الكافيتيريا إن إحنا نخلق عالم فيه معنى أكتر. من أكتر الحاجات اللي بتخلق معنى في الجزويت في البيت ده، هتستغربوا يعني بس ده حقيقي ومش بقول ده عشان ده حفل تخرج المتطوعين،
هو فريق المتطوعين، ان احنا نبقى محاطين باشخاص شباب وشابات من كل قلبهم مجانا جدا، عكس كل الثقافة بتاعت العالم اللي فيها مادية وفيها استهلاك. هم بكل مجانية، بياخدوش اي مقابل، بيخدموا وبيحبوا الاخرين او الناس اللي بتيجي على المكان ده. انتوا عارفين يعني ايه تطوع؟ ايه هو التطوع؟ التطوع بالنسبة لي تقريبا هو الحب بس في المجال الخدمة الاجتماعية. يعني هو تماما زي علاقات الحب بس في المجتمع المدني، ان احنا نقدمه في شكل خدمة. فالشخص اللي بيحب ده بيقدم نفسه، بيقدم من وقته، من مجهوده، وبيقدم ده بمجانية كبيرة قوي. عشان كده التطوع مهم جدا. ومكناش متخيلين من سنتين فاتوا لما بدأنا نعيد تنظيم بيت الجزويت، ما كناش متخيلين ان الكوميونيتي بتاعتنا او الجماعة بتاعتنا يبقاش فيها ناس متطوعين يعلمونا دايما المجانية، يعلمونا دايما ان مش كل حاجة ليها مقابل، لكن في ناس لسه مستعدة انها تقدم بمجانية كبيرة وكرم كبير من مجهودها ووقتها. احنا النهاردة ببساطة بنحتفل بالاشخاص دولة، بنحتفل بالشابات والشباب الجمال اللي انتوا شفتوهم ولسه هتشوفوهم وهنكرمهم دلوقتي. الاشخاص اللي بيساعدونا ان احنا نلاقي معنى في وسط المجتمع شوية فيه شوية صعوبات. بنحتفل بيهم كافراد من اسرتنا. عندنا هنا دايما عندنا ثلاث دوائر مهمة جدا. الدائرة الاولى هي فريق العمل، الناس اللي بتشتغل هنا حوالي 14 شخص، ودائرة المتطوعين اللي بيساعدونا واللي من غيرهم ما كانش ممكن نقدم الخدمة بالطريقة اللي بنقدمها بيها. وبعدين انتوا الحضور، انتوا الناس اللي بتيجي تحضر الايفنتات او تشارك في ورش بتتعمل في المكان. المتطوعين هم فعلا في قلب العيلة دي، هم فعلا جزء اساسي منها، بيروحوا ويجوا حوالينا. ساعات احنا منتبهين، ساعات لا، ساعات بنحاول نعمل معهم حاجة، ساعات بنقصر. بس انا بقول لكم لكل المتطوعات والمتطوعين الموجودين النهاردة، انتوا فعلا كنتوا دايما قلب المكان ده والحركة والطاقة بتاعته. احنا الموظفين بنبقى تعبانين ساعات، مرهقين، بس انتوا دايما كنتوا بتجددوا النشاط بتاعنا. شكرا ليكم، شكرا لكل متطوعة وكل متطوع. شكرا ان انتوا بتساعدونا ان احنا نقدم رسالتنا بشكل افضل. شكرا على وقتكم ومجهودكم، وخاصة على محبتكم للبيت ده ولينا احنا اللي بنشتغل في المكان. شكرا لفريق عمل الجزويت اللي كان بيرافق المتطوعين. شكرا لكل زمايلي، كل واحد وكل واحدة، بشكركم جدا. ممكن نحييهم. شكرا ليكم انتوا الحضور اللي بتشاركونا اللحظة. شكرا لبعض الاهالي اللي انا شايفهم اهالي المتطوعات والمتطوعين. شكرا على الهدية الجميلة اللي انتوا اعطيتوها لنا. بعد شوية هوزع شهادات مع الاب ين على كل متطوعات والمتطوعين. شخص واحد مش هياخد هدية عشان هو مش متطوع، لكن هو مسؤول المتطوعين، هو ايمن الجوهري. وعشان هو مش هياخد شهادة ففكرنا نديله هدية بسيطة خالص. فأيمن كمان، أنا قلت الكلام ده مرة في حفلة قبل كده بس هقوله تاني عشان دي المناسبة. أيمن كل اللي كان بيشوفه كان بيفتكر إن هو بيشتغل مع الستاف هنا، وهو الحقيقي ما كانش بيشتغل، هو كان متطوع بكل كرم، كان بيعمل مجهود كبير وبيدي وقت كبير للمكان. شكرا يا أيمن. دي مش نهاية يعني مرحلة ولا نهاية رحلة. المتطوعات والمتطوعين اهلا وسهلا بيكم في اي وقت عايزين. ساعات بنحتاج ناس تنظف كده بره وحاجات كده، وممكن ترجعوا دايما تساعدونا وكل حاجه. الحقيقه الدفعه دي بتخلص ودفعه جديده هتبدا ان شاء الله في خلال اسبوعين تقريبا، وكل سنه هيبقى فيه كده، يعني الدفعه بتتغير، لكن ده بيتكم وده المكان بتاعكم ودي الواحه بتاعتكم. تقدروا دايما ترجعوا، تقدروا دايما تقترحوا علينا حاجات
وتساعدونا في رسالتنا. الكلمة الأخيرة ليكو لما تخلصوا من هنا وتروحوا مكان تاني، كملوا اللي كنتوا بتعملوه، كملوا ان انتوا تضيفوا سلام وعدالة ومحبة ومجانية وخدمة في أماكن تاني. ما تستسلموش حتى لو الظروف اللي حوالينا صعبة، حتى لو الأجواء مش مناسبة. هو ده اللي احنا اتدربنا عليه، اتدربنا عشان الأوقات الصعبة، عشان الأوقات اللي فيها تحديات كبيرة. كملوا اللي كنتوا بتعملوه، اللي انتوا بتعملوه ده والمجانية دي والخدمة دي، هو ده اللي العالم بتاعنا محتاجه. وأنا عندي تقليد في كل حفل تخرج متطوعين أقرأ زي نص كده. النهاردة هقرأ لكم نص من شاعر من البروجواي اسمه ماريو بينيديتي، وهو اسمه لا تستسلم. فالكلام ده موجه للمتطوعات والمتطوعين. لا تستسلم، ما زال الوقت باكرا للوصول والعودة من جديد، لتتقبل ظلامك وتدفن خوفك وتتحرر من ثقلك وتحلق من جديد. لا تستسلم، لأن الحياة هي هكذا، أن تستأنف السفر وتكمل أحلامك، أن تفتح الزمن، أن تتخطى الحطام، أن تكتشف السماء. لا تستسلم، أرجوك لا تتنازل، رغم حرقة البرد ورغم عضة الخوف ورغم غروب الشمس وقتل الهواء. ما زالت هناك نار في روحك وحياة في أحلامك، لأن الحياة هي الرغبة ولأنك تريدها، وأنا أحبك ولوجود خمر وحب حقيقي، ولأنه ليس هناك جروح لا يشفيها الزمن. افتح الأبواب، اخلع البراغي واترك الجدران التي تحميك. عيش الحياة وتقبل التحدي، استرجع الضحكة، كرر الأغنية، خفف الحراسة ومد يدك، استعمل جناحيك وحاول من جديد. احتفل بالحياة، استعد السماء. لا تستسلم، أرجوك لا تتنازل، رغم حرقة البرد وعضة الخوف وغروب الشمس وقتل الهواء. ما زالت هناك نارا في روحك وحياة في أحلامك، لأن كل يوم بداية جديدة، لأن هذه الساعة هي الأفضل، ولأنك لست وحيدا، ولأنني أحبك. لا تستسلم، ما زال الوقت باكرا للوصول والعودة. شكرا جزيلا. هيشاركني في تقديم الهدايا الأب يان برونسفيلد، هو أحد الآباء الجزويت، وهو رئيس الدير اللي احنا موجودين فيه واللي المركز جزء منه، وهو من أصل هولندي، يتكلم عربي كويس جدا. أهلا يا أبونا، لو تحب تقول حاجة. بنتهز الفرصة دي علشان بقول كمان شكرا لكل المتطوعين متوعات. يمكن ما بتعرفوا هوني كلكم، بس يعني أنا أبو نيان، يعني رئيس الدائر هنا، في المركز هنا، بس في كمان أنشطة تانية زي الكنيسة، زي أنشطة تانية. فالرئيس الدائر مسؤول عن كل ده، بس المدير المركز ده أبو نفادي. فعلى كل شكرا لكل المتطوعين، أنتم زي ما أبو نفادي قال دلوقتي، أنتم قلب المكان، قلب طبعا يعني حاجة مهمة أوي. شكرا. بسنت عادل فؤاد، فريق الترجمة. بوسينة عبد الرحمن زكي، فريق الترجمة. ليلى أحمد السيد، فريق الترجمة. أنطونيوس منير فؤاد، إضاءة.
أحمد عبد السلام محمود إضاءة. شكر مننا ليكم كمتطوعين على مجهودكم معانا في الاهتمام بالتنظيم الإنساني. حابين نقدم لكم الهدايا دي. On aimerait vous remercier pour tous vos efforts et vos supports sur un niveau humain. Veuillez accepter ce cadeau. شكرا لكم جدا جدا جدا. Sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio, oh partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io